قائمة المدرب كاتانيتش التي ربما لم تقنع الكثير من الأوساط الرياضية والإعلامية وحتى الجماهيرية الذين أشكلوا حيال استبعاد سعد عبد الأمير بحجة عدم جاهزيته للعب، مبينين خلو الفريق من قائد حقيقي في المعترك الآسيوي والذي سيؤثر على الجميع. المطالبات كانت قوية لضم عبد الأمير إلى التشكيلة، خصوصا بعد تعذر تواجد جاستن ميرام بداعي الإصابة، ما يعقد من مهمة أبناء الرافدين. لربما يعني تكون الإصابة للكابتن يعني سعد عبد الأمير أو إبعاده عن المنتخب الوطني، لكن إذا هو كان يعني بأتم عافيته وحسب ما شفناه بالمباراة الأخيرة مع نادي الشرطة، يعني أنا أعتبر يعني فكر المدرب إذا كان فني فهذا الأمر يعني متروك إليه هو كمدرب، أما إذا كان اللاعب مصاب هذا بحث آخر، أما طريقة إبعاده بالمستوى الفني اللي يعني تكلموا به أنا أعتقد يعني هذا يكون يعني إجحاف بحق الكابتن يعني سعد عبد الأمير. محتاجين إلى لاعبين خبرة في بطولة آسيا، اللاعب كرار جاسم كذلك اللاعب سعد الأمير ضروري وجودهم في المنتخب. اتحاد الكرة بدوره نفى تدخله في اختيار تشكيلة اللاعبين أو حتى الإشارة إلى لاعب واحد من قريب أو بعيد، والأمر برمته متروك للجهاز الفني الذي اقتنع بما بين يديه، والقائمة جاءت بناء على اللقاءات الودية التي خاضها مع أكثر من منتخب، والتوقعات تشير إلى أن تواجد العراق لن يقتصر على دور المجموعات بل سيذهب أبعد من ذلك ويفاجئ الجميع. أكيد استدعاء اللاعبين هو الجانب يخص الكادر التدريبي من رئيس الاتحاد إلى أقل عضو، ما عندنا أي تدخل حسب ما البعض يحاول يعني يزج اتحاد كرة القدم في هذا الصراع، احنا بعدين كل البعد. أما الاختيار اللاعبين فأعتقد هم الأفضل الآن موجودين، ممكن يعني يكون لاعب أو لاعبين، وأكيد قلت لك القرار هذا فني ما يخصنا احنا. منتخبنا راح يروح أبعد من ما متوقع أكيد 100% إن شاء الله، وأتوقع منتخبنا راح يكون رقم صعب هاي البطولة وراح تفاجئون يمكن بالمنتخب العراقي. ما بين رغبة الطامحين بالوصول إلى أبعد نقطة في بطولة القارة الصفراء والأدوات شبه الصالحة للاستخدام لتحقيق إنجاز، هناك خيط أمل يتشبث به الجميع بعيدا عن تنظيم لعب أو تكتيك، وهو روح الحماس الذي دائما ما يغير المعادلات في بعض الأوقات وليس أجمعها، والأسود تعيش على فرصة وليس على تخطيط مسبق.